مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده. شكرا ليكم وشكرا لدعمكم المستمر طول الوقت. مما لا شك فيه ان انت من وقت للتاني كده هتلاقي نفسك بتسال نفسك سؤال مشروع. السؤال ده بيقول: هي امان الطوخي راحت فين؟ مولودة سنة 1958 ووالدها هو محمد الطوخي الرجل الإذاعي الشهير، وانت بتدور على سيرتها على الإنترنت هتلاقي بعض المصادر بتقولك ان هو ابوها مقرئ او مقرئ القرآن، وهتلاقي بقى ناس كتير يقولك سبحان الله مقرئ القرآن بنته ممثلة ومغنية، ولكن الحقيقة ان هي والدها رجل إذاعي وشهير، يعني واحد ازواج وداد حمدي بالمناسبة علشان تبقوا عارفين. من وهي صغيرة كانت بتحب الغناء، يمكن من وهي عندها حوالي 8 سنين بدأت تغني وبدأت تحس ان يعني جواها مطربة صغيرة في يوم من الايام هتملأ الدنيا بهجة وسعادة، بالاضافة الى انها كانت ممثلة شاطرة. برغم يعني ان هي سيرتها حافلة، ولكن السيرة الحافلة بتاعتها في بداية اعتزالها وما بعد اعتزالها وتناول السيرة الذاتية بتاعتها من اتجاه الشائعات، ولكن انت لما تيجي تدور على الانترنت هتلاقي ان عدد المعلومات قليل جدا عن الفنانة ايمان الطوخي. ولكن المعروف انها تخرجت من كلية اعلام سنة 1980 وشقت طريقها بقى في الغنى والتمثيل وعملت حاجات كتير. ايمان الطوخي من الممثلات المميزات ومن المطربات المميزات. ليه؟ مبدئيا كده جمالها مختلف جدا عن الجمال اللي كان موجود في الفترة دي سواء من الممثلات او المغنيات، بالإضافة إلى إن هي كان ليها صوت مميز، والحقيقة لسه ليها صوت مميز لحد النهاردة. صوتها مميز، أغانيها رقيقة حاجة لطيفة كده لايت، بالإضافة إلى إن أنت لما تروح تتفرج عليها وهي بتمثل في الأدوار اللي كانت بتمثل فيها هتلاقي إن هي ممثلة شاطرة. فالحقيقة إن إيمان الطوخي جمعت ما بين الصوت والصورة والتمثيل كله على بعضه كده فنانة شاملة. تنبأ ليها الجميع انها في يوم من الايام ستصبح نجمة مصر الاولى. الصوت ممتاز والصورة والتمثيل، اذا لازم يكون ليها يعني انطلاقة رهيبة في عالم الفن في مصر. الحقيقة ان هي فعلا ابتدت بقوة، وتعالوا نشوف مراحل الفن بتاعتها واشهر الاعمال اللي شاركت فيها، علشان لو انتوا حابين ان انتوا تتفرجوا على اي عمل من اعمالها في وقت من الاوقات. هي الحقيقة قدمت العديد من الأعمال، لكن يبقى دورها في المسلسل الشهير رأفت الهجان في مقدمة أعمالها، لما جسدت شخصية الفتاة اليهودية اللي حبت العميل المصري رأفت الهجان. عملت مسلسلات كمان زي بوابة الحلواني وتحت ظلال السيوف. أما بالنسبة للسينما قدمت بيت الكوامل، الحكم آخر الجلسة، ودماء على الأسفلت. أما بالنسبة للمجال الموسيقي فأصدرت عدة ألبومات غنائية، هي يا قمر يا منور وابتسم لي والنظرة الأولى. إذن قدمت عدد من الأعمال، تلفزيون، شرايط كاسيت، ومسرح، والكل يتنبأ لها بأن هي تنطلق في عالم الفن والسينما وما يكونش ليها منافس. مين يقدر ينافس الشكل؟ مين يقدر ينافس الصوت؟ مين يقدر ينافس براعة التمثيل؟ هي فنانة شاملة. كان صعب جدا أن انت تلاقي عدد من الفنانات اللي يكونوا فنانين بشكل شامل على شكل الصوت والصورة وكل شيء. كل الناس تتوقع ليها ان هي مستقبلها باهر بلا استثناء، وما كانش ليها يعني منافس زي ما بقول لكم. ولكن راحت سنة 1998 بحجة بيت الله واختفت واعلنت اعتزالها سنة 2003. الحقيقة مع قرار اعتزالها في بقى شائعات كتيرة طلعت عن الفنانة، منها على سبيل المثال ان هي اتجوزت حسني مبارك، بالاضافة الى ان هي خلفت منه، والسيدة الاولى سوزان مبارك وقتها حاولت ان هي
تبعدها أو تقصيها عن مجال الفن ومجال التمثيل والساحة الفنية والأضواء، وقررت إن هي تنهي مسيرتها الفنية رغما عنها، فتم منع أغانيها، منع إن هي تمثل في أي عمل فني، بالإضافة إلى أن بعض الشائعات كانت بتقول أن كمان رجال مبارك حول أن هم يعني يتقربوا منها بشكل أو بآخر. ولكن الشائعات دي ما كانش حد يعني قادر أن هو يتأكد من ما مدى صدقها، والحقيقة أن هو كان ممكن يكون علشان وقتها الوقت ما كانش ينفع أن احنا نتأكد. ولكن بعد ثورة 25 يناير أكيد بقى الأمور بقت أسهل، وقتها لقينا كل المذيعين بيدوروا وبيسألوا عن حقيقة الشائعة. الحقيقة أن إيمان الطوخي قررت أن هي تصمت أملا في أن الصمت ده يعني يخرجها من الشائعات دي، ولكن كانت الشائعات عاملة زي كورة التلج اللي بتزيد مع الوقت. يمكن تكون الأول كانت شائعة مضحكة بالنسبة لها، ولكن أكيد مع استمرارها ما قبل ثورة يناير أدى إن هي تكون يعني مضرة بشكل أو بآخر ليها ولأسرتها. بعد ثورة يناير كان لإيمان حرية الخروج والتحدث بمنتهى الصراحة عن سبب اعتزالها، وإن كانت الشائعات دي حقيقية، وإن كان للسيدة سوزان مبارك في وقت من الأوقات دور في اعتزالها الفن مجبرة أو لا. إيمان الطوخي قالت بعد ثورة يناير في حوار صحفي بعد سنوات طويلة من الصمت والغياب عن الشائعات دي، قالت إن الشائعات ابتدت مع اشتراكها في حفلة من حفلات أكتوبر، وأكدت إنها كانت وقتها بدأت تقل من ظهورها الفني، وخلال حفلة من الحفلات سلم عليها مبارك وسألها عن سبب اختفائها وأثنى على صوتها وفنها، كمان قال لها لو محتاجة أي حاجة كلميني، وده كان بيعمله مع كل المشاركين في الحفلات دي. أشارت إيمان إلى أنها تلقت دعوة من الرئاسة لأحياء حفلة تشارك فيها الفنان وديع الصافي وسيد مكاوي، ورجحت أن ده يكون هو سبب في تعزيز شائعات جوازها من مبارك، وأكدت أنها قبلت الشائعات في البداية بالسخرية، وتوقعت أنها لما هتتجاهل الشائعات دي هتموت مع الوقت، ولكنها اتفاجأت بتصعيدها وتنقلت بين عدد كبير من الصحف اللي لم تتحرى الدقة، خاصة مع اختفائها واعتزالها الفن. وأكدت أن قد يكون وراء الشائعات دي عدد من الناس اللي أزعجهم وأغضبهم نجاحها وصعودها الفني. وأكدت كمان إن ما حصلش بينها وبين مبارك أي لقاء خاص بينهم، وما راحتش لقصر الرئاسة مطلقا، وإنها كانت حريصة طول الوقت في شغلها في الفن على تجنب الشائعات، وخاصة إنها كانت خايفة إن هي تضر بيها وبسمعتها وسمعة أسرتها. ومع انضمام عدد من الدخلاء والمغرضين اللي أساءوا للوسط الفني، قررت إن هي تعتزل الفن والابتعاد في هدوء، لكنها اتفاجأت بتزايد شائعات جوازها بمبارك وإنجابها منه، وده تسبب لها اكتئاب وأضر بيها وبأسرتها. برغم ان ايمان الطوخي هي يعني حلم كل شاب بجمالها وبرائتها ورقتها، الا ان سبحان الله ما اتجوزتش لحد النهاردة برغم تخطيها سن 60 عاما، ولكن لسه محتفظة بنفس البريق بتاع الشباب. تعالوا نعرف شوية عن العلاقات العاطفية يعني كانت المفروض ان هي تكلل بالزواج، ولكن لم يحدث نصيب او ما حصلش نصيب زي ما احنا بنقول عندنا في مصر. إيمان الطوخي اتخطبت مرتين، المرة الأولى من المخرج المسرحي الراحل فؤاد عبد الحي اللي اتعرف عليها خلال تواجدها في مسرحية من مسرح جامعة كلية التجارة، ولكنها انفصلت عنه. والمرة الثانية من الملحن محمد ضياء ارتبط بيها 3 سنين بعد تعاونه معها في ألبوم النظرة الأولى.
وقال ضياء في حوار صحفي سبب عدم إتمام الزواج بأن الطوقي كانت عصبية وأصيبت بالاكتئاب خلال فترة خطبتهم بسبب الاضطهاد اللي كانت بتشعر به من الوسط الفني تجاهها، بالإضافة إلى أن بعض المواقع التانية كانت بتقول أن هم اختلفوا بسبب أن إيمان الطوقي ما كانتش عايزة تخلف بسبب أنها مش بتقدر تتعامل مع الأطفال، وقد يكون دي نقطة خلاف، ونقطة خلاف جوهرية أدت بنهاية المطاف انفصالهم. كمان من الحاجات اللي انت ممكن تطلع عليها على الانترنت وبكثافة ان الراحل احمد زكي الله يرحمه كان بيحاول ان هو يتقرب ليها ويحاول ان هو يتجوزها في وقت من الاوقات، ولكنها قبلت طلبه بالرفض. ايمان الطوخي رفضت الجواز تماما ولسه لحد النهاردة رفض الموضوع ده. ما بقاش يهمنا قوي سبب اعتزالها بعد السنين دي كلها، يمكن اكتر من 18 سنة اهم عدوا على الاعتزال. راح مبارك الله يرحمه واختفى من اختفى وظهر من ظهر، وبقت القضية باردة وهادية، ويمكن يكون فتحها النهاردة مش هيضيف كتير عن السنين اللي فاتت، فالغموض في هذه القضية بنفس الدرجة وبنفس الصعوبة من زمان لحد النهاردة. ممكن القضية دي قضية اعتزالها تتحل في يوم من الأيام لو قررت ان هي تتكلم وتقول اكتر من اللي قالته، او حد عارف القصة من اولها لاخرها في يوم من الأيام يحكي لنا عن اللي حصل. شكرا ليكم، اشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة. الحقيقة ان من وقت للتاني كده لازم تعيد من الاول. تاني طيب. وتم تناقلها بين عدد كبير من الصحف وتم تناقلها بين عدد كبير من الصحف التي ايه مالك؟ ايه غير احوالك؟ طب قول لي المبارك اي مبارك. وانها كانت حريصة طول الفقت. ازاي